علاقتك بأمك اي نعم شنو توصفها؟ كلش يعني احبها، يعني انا مكيف بأمي، يعني عندي هاي ان شاء الله اروح في دبي يا ماما. اليوم امك نجمه مشهوره، تربطها علاقات، ليش يعني تفتخر بها؟ يعني ما سمعت اي شيء يحكي نجمه مشهوره وكذا، تفتخر بها اليوم هي؟ طبعا افتخر بامي انه نجمه عالميه ومعروفه. أوي. ليش ما كيف بها؟ عالميه. تسمع كلام مو حلو بالمدرسه؟ نعم. تسمع شلون تواجه؟ اواجه هواي انه انا امي من ال المعتصم. صدق شلون تتعامل ويا هالامور عبودي؟ هواي يسألوني بالمدرسة، أقول لهم أمي معروفة ونجمة وكل شيء أحبها يعني. هاي ترى اللي صار احنا قدامكم، ما يحكي لي إياها أنا ذني السوالف. زين، ليش ما رايحت له على المدرسة الكلام سألته؟ لا أنا المدرسة ما أروح، منطيته خصوصيته أنه هو كبير خلاص، لأن احنا بهيجي عمر ما كانوا أهاليتنا يجونا حتى بالابتدائية، أنه منطينا خصوصيتنا، ما يصير أنتم كبرتوا اعتمدوا على نفسكم. زين، عبودي لو ردتك طلبت منك توصفها بكلمتين. امك شنو توصفها؟ جميله شنو توصفها؟ قمر. اي وروح يعني كل الله. يلا بوس راسه حبيبي امي عمر حبيبي. الله يحفظكم ويديم هاي اللمه وتشوفي عريس او شيء يتخرج اهم شيء وتزوجي يلحق. لا بعد الزواج. اي صدق على طاري الزواج، اذا يعني جت فترة انه خلاص يريد يتزوج بعد يما زوجيني، بس هو حاليا الفترة الاهم من كل شيء. اوكي انت راح تختاري له لو هو؟ لا انا راح اتدخل بهذا الموضوع. راح تتدخلين علي دا اشوفه من جيل هالوقت؟ لا انا اتدخل وادخلهم سكنر. زين انت معانية بتدخل الاهل؟ انت معانية من تدخل الاهل؟ بالعكس اهلي كلش منطين كل واحد خصوصيته، لكن عبودي اللي دا اسعى له هسه ومتعبني بهذا الموضوع للامانه محمد، موضوع الراب والشهره والنجوميه. هو يحب يكون مشهور. اي هسه راح نسجل ان شاء الله قريبا ان شاء الله.